الأخ الاعتداء اللي تعدى عليا رئيس الجامعة واد المخازين هو عندنا نايضة منا واحد العداوة أنوية من قديم. أول حاجة نايضة لي على بولا، تخسرت لي البولا، مشيت عنده وقلت له صايب لي بولا، كان واقف معاه النايب ديال الدوار، نوض هو خسر معايا الهضرة وبدا كيسبني كيهني وكيعايرني، أنا ما بغيت نسبو لا والو، بقات ديك المشاكل هكا. جات الانتخاب قلت له انا ما كنصوتش عليك، علاش؟ حيت هو ما كيصلحش البلاد، اصلا ما كيصلحش البلاد، هو كيصلح راسو، كيصلح راسو وبلادو وولاد بلادو. حنا الدور هذا هاملنا هنايا، ما كيقربناش حتى شي خدمات اجتماعيه اللي عطيها لي من الدوله يقربهم لينا، بحال مثلا تيران يشعل لنا اناره يشوفوا ولاد البلاد ويسولوا. ومن نهار اللي كنصوتوا عليه ما كنشوفوه كيدور في هاد الدور، كلشي مخسر كلشي مهمل. واحد النهار سيدي في الخمس سنين الاولى، في الخمس سنين الاولى مشى واحد التوفنا، انا كنخدم في الشركه ديال الطريق ديال لوتوروت، واحد الشركه سميتها سيطره، عندي معلومات على 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 لوتوروت ولا الطرق ديال سواء عند الباديه سواء عند المدينه، يعني السلعه اللي كتدخل ليها خاصها تدخل ليها من الكريانات من البول. هاد السيد هذا مشى واحد الواد بدا كيهز السلعه بالكاميوات ديالو وداك الشيء وكيفرقهم في الدوار كيصايب البيستات. مشى هو الاراضي ديالنا، الاراضي ديالنا ديال الدوار، واحد البلاصه كيقولوا لها الملح، لقيت اللي هزو هاد التوفنا هاد الملح هذا صايب به الطرقان ديال الدواور، وما عندوش حق هو يصايبو بعدا بهاد السلعه هادي من الاراضي ديال عباد الله. الاراضي في ناحيه كيهز منها التوفنا بلا قوانين بلا بون بلا والو. ما عندو البومبا سيدي على اساس مشيت عندو المره الاولى قال لي انا غندبر عليك شي قهوه، عطاني واحد القهوه بسيطه، قلت له رجع لعندك على اساس الطرب ديالنا ديتي بدوني ما تشاورتي ما والو، عا مشيتي هزيت انت رئيس جماعه، علاش داك لهاد البلاد ديالنا كاع تخيصها كاع هي 100,000، انا واحد المواطن كنطلبها بحقوقي. مشيت عندو قلت له عاد تفاهم معايا على حساب داك الطرب اللي هزيتي اتعوضني فيه، انا محتاج فقير محتاج. انا دوز عليا يدو ضرب لي البسطام، وكنت كنوري التصاور ديال جدودي وداك الشيء، ضربني نوجي لح لي البسطام، شافني خوه جات عدى عليا خوه نهار الجمعه، نهار بالضبط نهار الجمعه. واش اعتدى عليك خوه ولا هو؟ انا كنتابعو، دابا كنتابع خوه اللي ما عنده حتى دخله، وتا هو كنتابعو حتى هو كنتابعو، علاش مشى لهاد البلاد؟ واش عنده الحق يدي ديك السلعه؟ وعندي الحجج عن الناس ديال القبيله كلهم عرفوا، الناس ديال القبيله ما عدا اللي بغاو يسكتوا على المنكر، الناس ديال القبيله كلهم عارفين مشى لهاديك التراب وهذا التراب، انا السؤال ديالي واش عنده الحق يهز هذاك التراب؟ صافي يصايب به الطرقان، اراضي فلاحيه يمشي يهز الطرقان، التوفنا ويصايب بها الاراضي ديال الطرقان ديال الجماعات، واش عنده الحق ولا لا؟ مين مشيت عنده نتفاهم معاه ولا على اساس يتفاهم معايا يعوضني في الاراضي ديال جدودي عندي على الام مريضه، مشيت نتفاهم معاه يدبر عليا باش كيدبر على ناس اخرين وانا ضربني تعدى عليا هما وخوه، علاش يضربني وانا غادي نتفاهم على الاراضي ديالنا على التراب ديالنا؟ انا اصيلي انا ولد البلاد، انا جدودي عطاو المخزن الزيتون الاحباس، مشارك مع الاحباس اصيلي في هذا البلاد، علاش يحقرني هذا السيد هما وخوه؟ باغي نتابعو نمشي مع قانوني وعندي اعاقه، خصني نتابعو قانونيا، نجي الناس اللي يحموني من هاد السيد، هذا اللي تعدى عليا هاد المكلخ هذا مخه.